قبل النقاش أقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم. وأقول إلا تنصروه فقد نصره الله، صدق الله العظيم. هذا رد على هذه الحملة الشرسة اللي تحاك ضد سيد الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صدق الله العظيم. قد قلت من متحن النبي صلى الله عليه وسلم، أرى المقام مناسب أني نقرأ من نقاف قول الناس كاملة جهت حاله الكذب والفضول ذاك مدلول يكون متحرصول. حد قالوا ما قال الكذب ولا قال الفضول. هلقى قصة قط خلقت لحد من الخيمة وقفته الإشارة الحمراء وقال له حد من الناس اللي واقف فم أعطيني 100 نقول لك شيء من شكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال له قول لي شيء من عيب ونعدلها لك 1000 إلى رأيت لي فيه عيب. إشكاليتنا لحلقة الليلة هي المجاملة في الأدب. نستضيف لنقاشها السيد كممو واللتف غامر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام مرحبا بك سيد. قبل النقاش نقولك من الملاحظات جبرتهم في الحلقة الأولى والحلقة الثانية من برنامج رؤية أدبية، كانت فيها ملاحظات بناءة وفيها دون ذلك أي كانت طرائق قددا بتفقد عن فيها، كانت ملاحظات شكلية تماما وهي ملاحظات لا تعنيني كمقدم إنما تعني تقنية فنية. والملاحظات بعد اللي موجهة لي أنا اللي هامني كأني نستفاد منها فيها شيء بناء كيف قلت وفيها شيء جاي دون ذاك. بتفقد عن قولي الوقيش أني ركزت على أغنى الهدار خاصة في حلقة النقد، لاحظة مهمة به اللي لقنا ما يلا يعود خاص بمدرسة عن مدرسة ولا جهة عن جهة به اللي الناس مغنية كاملة ولو حكر على حد عن حد. لكن أقول رد على هذه النقطة حق أن تناولت النقد من منظور أهل هالدار به اللي نقد من الزاوية اللي ننظروا احنا منها لغنى ننتقدوه منها، ما هي بالضرورة هي اللي تنقدوا منها مدرسة إيجيدي مثلا، ما هي بالضرورة هي اللي تنقدوا منها مدرسة تقانت. كل حد عنده الأدوات اللي ينتقد بها نص معين. وأنا تناولت في الحلقة الفايتة انتقاد أهل هالدار النص تعاطيهم مع النصوص بصفة عامة كان هو الموضوع معناه عني لك إلى تركزت فيه على والله حكيت نماذج من أغنى الهدار به اللي كانت تفصل بالموضوع. وراني قايل لذيك الناس بعد عن اللي إن شاء الله لينقلل لهم فمثل تقنى الهدار مثلا قالوا لي شباب عني قلت عن الغنى ما هو مهم وعن عن المغني عنه شخص فاشل وهذا لا تقولوا علي ما لم أقول. أنا قلت عن حد ما هو داخل الجماعة به ما هو الغنى شخص فاشل وما زلت قايلها. هذا فلان هذا شيء عدل في الحياة مغني هذا ما هو كافي. قلت يقعد نشط في الحياة الاجتماعية عنده إنتاج عنده دخل عنده لغنى شيء آخر ما هو كافي. حد مغني بوه ما هو كافي لغنى لا جزء بسيط من الرقاش. هذا هو اللي قلته ما زلت قايله ونظرة عندي الله اللي عنها هي الحق. غير عود عندك بوتيك ينقال ذا شيء عدل إذا عنده بيسيري يبيع فيها ومغني لكن ما يخسرش. يقول هذا مغني وتوف ما ظهر لي عن ما ظهر لي عنده عنه كافي ما ظهر لي عنده عنه كافي. قالوا لي وراه هذه الملاحظة بالذات قالوا لي فيها الوقيش عني قلت عن لقنا ما هو مهم إياك يبقى لي وأنا قاعد ما نعرف باقي لي ليش. بعدين قالوا لي
لملاحظة كانت من ضمن الملاحظات اللي أنا ما فهمتها، قالوا لي لا انطرح شوية لأنك ما بارقك شيء عني، أني نتكلم أني ننطرح. وزيادة عندي ملاحظة باللي قاعد حد يلا ينطرح، قال لي واحد اتصل علي حد وقال لي الحلقة اللي عدلت في النقد ما هي نافعة. قلت له طيب لين سولك أنا تكلمت عناش، لين سولك أنا تكلمت عن الموضوع اللي تكلمت عنه لين سولك فيه، نعرف كأنك سمعت الحلقة وسمعت سمعتها كاملة لين تعود تحكم عليها. قال لي أنا قاعد ما سمعتها قبال الله وتوه التركيك الفوقانية كانت مفتوحة. هذا هم اللي نقد آخر ما فهمته. على كل حال زين بعد زين، وأنا النقد مهم باللي بناء. أنا مثلاً خارج الروايات اللي قالوا لي لهن عس منهم إلى عادوا له ينفع البرنامج وله ينفع المشاهدين، يقير شي ما عنده مردود يعد البرنامج ماني متقبل نهائياً. كما أسلفت ضيفي اللي حلقة الليلة هو كممو ولا تشق عمر. كممو السؤال الأول مباشر، مجتمع البيضان مجتمع مجامل إلى أبعد الحدود، نحن حلقتنا الليلة تتكلم عن المجاملة في الأدب، مجتمعنا مجتمع من المعروف عنه مجامل إلى أبعد الحدود، حد إن لم نقل إلى حد النفاق، مجاملة المتينة، مجاملة زايدة عن الغرض. هذه المجاملة تأثيرها على الأدب كانها سلبية كانها إيجابية، كيف يجب التعامل معها؟ بعد قاع أولا لا هي زدان نقول نحكي قاف مناسبة الحملة اللي كنت شاهد أخبارها قط قلتو قديم مدح النبي صلى الله عليه وسلم رسول أكبر من كل حد جاء عند الله يوم الآخر، كلامنا معناه أن حامدين لله اللي حاسين به قدامنا. رسول أكبر من كل حد جاء عند الله يوم الآخر، كلامنا معناه أن حامدين لله اللي حاسين به قدامنا. أسكي المجاملة، أنا ظاهر اللي عن المجاملة خسرت الأغنى حتى أثرت عليه بها اللي هي قاع اللي هي التواس بها اللي المجاملة جزء عند البيضان من أخلاقهم ومطابقة، حد ما الله يحرش حد والله يقول له شي مهمونك عنده. غير بالنسبة للأغنى السلبية عليه، وأنا بعد نحمل المسؤولية فيها أولا وقد قلتها مرات اللي يقاون بصفة خاصة، أنا ما نقول لهم الفنانين، أنا نقول لهم يقاون بها اللي هي اللي تنقال. قلنا إحنا العزيز صار برنامج بالحسانية، لو كان يقيو منين يقول له حد كاف يقول له هذا ما هو زين، هذا ما ينفع، هذا ما الله تقوله، تعود الناس عاس تقول قيفان الشوار يكون قاف معروف، مادة كبيرة عند الناس وشين عندها تكسر لها شيء. صحيح، كل حد يختار يعود كبير عنده. صحيح، ذيك المناسبة ما خالك حد يختار يطيح من عينيهم والله يقول قدامهم شي ما الله يقول. صحيح المسألة الثانية، المتلقي العادي هو اللي يفطح في المجاملة حتى في أخباره إلين عاد يطنب، إلين عاد اللي ما هو النخبة من الناس، حد ما هو مغني تقريبا ولا أخباري في الأغنى يقدر يعود سياني عنده الأغنى الزين والأغنى اللي ما هو زين، ما تفهم معيار واضح، ما تفهم معيار به اللي إذا قام مغني وقال شي زين ينقال له هح، وإذا قال حد شي ما هو زين شي ما هو زين ينقال له هح. إذا بالنسبة لحد ما هو مغني ولا أخباري في الأغنى باسم الحالة يفصل بينه، ما يقدر يفصل بينهم، هما حين ما فيهم واحد أكبر من الأخرى. مهم. إذن عن 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 عنه هذا جزء من السلبيات. المسؤولية جزء تقع كبير منها، جزء كبير منها يقع عليه قاون، هم اللي قاون، هم اللي غنوا بالأغنى، هم اللي يعرفوه. حد منهم ما هم غني ونادر يعود بعد على الأقل ينزل. الناس اللي ما تنزل الأغنى دخلت مشكلة بين اللي مغني وحد ما هم غني، وهذا لا هذا أساس ولا المجامل. الأغنى رواية كبيرة ولا لابد منه، كيف قلت تقبيل ملاحظة زينة أخبارة عنه ما الله يعود رقاج الله مغنيته ما يكافي باللي الأغنى جزء من الفتوة،
كي الشعر عند العرب جنسي ويا ما حد يعود مغني وزين عليه العاد اللي مغني غير ملي العاد مو مغني ما ينقص منه ما ينقص ما خارك حد يزيد غير ما ينقص يزيد غير ما ينقص ما خارك حد يغمس منه الاصبع قال نعوذ بالله هذاك ما مغني ما خارك لا ابدا ما تنقال باش متعدد غير لا ما هم مغني غير لا ما هم مغني ما عباره ما ينقص القاف اللي قاف قديم منادم ما قال الموزون ما هي شينه غير اللي شين حد يقوله ما هو موزون والله ما هو موزون ولا هو زين يا غير اللي ما هو زين حد يقول لغنى ما هو زين أنا نختار حتى حد يقول ما هو مغني حد يقوله ما هو حد ما هو مغني ويخلي عنه لغنى حد ما هو مغني ويخليها عنه يعرف عنه ولا بد منه له مهم والله من حد لا بد له من يقول ويقول منه شيء ما هو هو لكن الكلام حد قعد وتقول شيء من الكلام اللي ما هو متناظر ولا هو متوالي خير فيه من يسكت خير فيه من يسكت وافكاره متبعثره وذا اللي يقول كلام هو معدل حالته خير فيه يسكت ولا نفس الشيء الا ان ذاك نذر وهذا منظوم اذا اللي ما هو زين حد يقول لغنى اللي ازحل انا ما أنا ما 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 ندخل وقاع في طار لغنى باللي حد زحل معناه انه ما الوزن رواية بدائية يعني الغنى اللي زاحل لا يرقى إلى مستوى لا قاع لا قاع ما 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 يلحق المستوى العين عليها لا الغنى اللي ما هو زين فيه كلمة ما هي في بلدها فيه عبارة ما هي في بلدها فكرته ما هي زينة ما فيه فكرة تلفت انتباه السامع ما هو متناسق تناسق زين ذاك هو اللي قال له الغنى اللي ما هو زين غير هو فات عاد غنى هه ذاك لا يسوى نقد الوزن غنى من قد الوزن قلت لك عن الوزن قاع رواية متجاوزة الوزن ما ينطرح به اللي حد حد يزحل ما يقد ما, ما ما يدخل الدائرة قاع ما يدخل دائرة الغناء معنى الله الدائرة داخلها لا ذاك اللي وازن ذاك اللي يفاصل بتوته ويبدع فيهم كاملين ويقول فيهم شيء يغير باطل عدل يقول شيء واضح المسؤولية النقد تقع على عاتق الناقد وليس الأديب. أنا قلت شيء من الغنى ما هو زين. أنا تخليت عن مسؤوليتي بيد ما قلت الغنى اللي زين. لأن يعود المتلقي متخلي عن مسؤوليته كمرآة عاكسة. عود كلنا تخلى عن مسؤوليته. أنا قلت شيء ما هو زين. عود ما قال لي عنه ما هو زين. أنت مولي خارج الرواية مالك. أنت ما الله تقول شيء ما هو زين. بكل أنت. ما تلحق منين تعود فتعت من هاللغنة وتقول شي منه على الأقل قلت شي تعود تنزل لغنة بقى حبا. تعرف عن ذا عنه زين وتعرف عن ذا عنه ما هو زين ما يقدي تقابع ليك غناك أنت وغنى فلان والله فلان المغني إذا عنك تعرف عن ذاك عنه زين وعن ذا اللي قلت أنت أنه ما هو زين إذا يلا تنقد أنت بعد قاعد أقول نقد أنا حنتقد منين تفوت إلينا نقد ذاتي نقد ذاتي منين تخطى ذاك ولا قد أنت راسك وعدت لي تجيبوا للناس يلا أمو اللي ما تقرمص عليها إلا قالت لك عن ذا عنه ما هو زين واضح واضح كيف يمكن تفادي المجاملة المجاملة بسم حالة تعود المجاملة شفت في الغنى ما تفادي شفت المجاملة أنا بعد ظاهر لي عنها الذيك اللي قالها المجاملة واللي تأثر ذيك اللي لما خلقت يعود عكسه هو الخاسر تحد قلت له عنه ما هو مغني ما الله تعود قلت له شيء خاص حد قلت له عند القاف ما هو زين ما الله تعود قلت له شيء خاص غير تجامله في الأمور الأخرى اللي ما جاملته فيهم قلت له شيء خاص أنت إلى ما جاملته في قاف قلت له عنه ما هو زين ما الله تشان عنده بيلي يا الله هو كيف قلت لك يعود فات عرف قاع هو مع سابق يقولوا لك أنه ما هو زين إذا يا الله بالمقارنة مع الغنى الأخر اللي بالمقارنة مع الغنى الأخر اللي يسمع إذا يا الله يعود قاع موسع التدفين عندي عنه شيء قال ما الله يعود مفاجئ حتى والله لك عن حد قال حد قال والله حكاها لي يا رت وجي قايل له مباشرة أنا بعد بالنسبة لي يلا لا يقولوا له يلا لا يقولوا له بالعاد اللي هو ملي لغنى فيه صنفين أنا لغنى بالنسبة لي ينتقد منه إلا شيء منه زين ذا اللي منه ما هو زين قاع ما يلحق مرحلة ما يلحق مرحلة هذا غنى ذا اللي قلت لك قضية الوزن قبيل تخطيناها هذا غنى ما هو على المستوى خليها عنا قاع والله هذا زين حتى غير قال لك بيل الكلمة الفلانية تعود ترتفع الكلمة الفلانية توجيه في نطاق يا الله قاعد زيان عنده هو وليشان عنده عودة ناكس بكتولها والله ما تبادرت له هو أصلا من الأول والله
واضح واضح. انت شخصيا كم تقول شيء من لغنا؟ انت طبعا ما لك تقول شيء من لغنا وت يصدر عنك وفتعه التراضي لي. رضيت انت على شيء من لغنا وزيان عندك بك اللي قايله وحكيته للجماعه تعاطيها معاه اذا نعت لك فيه حد روايه واضحه. انت ما خالف شيء زين منها عندي موقع عندك حتى موقع عندي ولا انت من حكيه بالصيغه اللي قال لي هو التالي هاي روح رياضيه لا الحقيقه مو خالق المغني الكامل المغني انا ظاهر لي عند المغني يلا عود ما في العوام لكن تخلق له لحد ما مغني قد يعود في العوام به اللي رصف على روايه ما يعرف وعاد سال سيف ودون شيء قال له فيه ذاك ما معرفش أنا عندك زين عندك ينعتك حتى زين ثغرة. عندي زين عندي ماني شفت أنا قاع ضد الكثار منه كثرة قولان الياسر ولا هو الناس ما لا بد الناس تعرف عنك ما يسرق معك ما يسرق ما خلي جاسر قاع من خلي جاسر من الأغراض ما تطرق له قاع به اللي ما به اللي ما هو معرفش ياسر من الأغراض انا اساس اللي نقول منه حكيت عليه قبيل قاف في المدح النبي صلى الله عليه وسلم عرف قاف لا توسل والله لا شريك يالله يالله ما عندي شي يكون بيك ولا عند اهلي شي يكون بي وراني يالله تاكل عليك ذاك اللي اهلي تكلوا علي اسكي ورجايه لا تخيبوا لي فيك خوف رجاهم لا يخيب في اسكي زين حتى ليش على اليوم والياسر فيه الروغ فيه ذا النوع الروغ فيه روايه مقابله الى اسمعها حد الى عاد لا بد له يدير لي كلمه تعود بعد كانت واعره لي انا ندير زين وتو ذاك هو اللي باش يعود الناقد معقول هذا زين انت صريح مع الاخرين قلت لي والله اي صراحه اللي تختار انت الناس يعدلوا لك حتى انت صريح مع الاخرين والله 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 أنا ما نجامل في أخباره، أنا من يقول لي حد شي موزين نقول له أنه موزين. ومن يقول لي حد شقر لي ذا القاف الله شقر لي طلعة وتعود ما ظاهر لي أنا أنها ما ترقى لمستوى شقاره نقول له أنها قاع ما هي ما هي صال حالها. عن حد لا يشقرها إلا له الشق التاغض اللي فيها ويقول له واحدة جديدة. واحدة جديدة. وذاك ما تلين قال له النقد ذاك عاد حد لا يقول بناء. إيه بناء. بناء تو بناء جديد. واضح. أنا مثلا أنا إن قال عني من أهل النقد وزين عندي زين عندي نعود ناقد نعود مغني به اللي النقد زين أكثر اللي نقد ننفع به الناس إلى عد تناقد من اللي نقد ننفعهم به إلى عد مغني نقدي هذا هي الرؤية اللي عندي النقدية أنت تحكي علي قاف والله طلع لك نجبد معك أخبارها قدام المشاهدين والله حتى ما شيء نعرف أنا فتحكيت علي قافين واحد مدح النبي صلى الله عليه وسلم ما قد حد يقول فيه شيء بيلي مزرف على راسه والله اللي مدح النبي صلى الله عليه وسلم قاف قد قلتوه في شور شور قاف شور لين قلت لين احكي قد قلت قاف في مشهور معيط شور شور شاعر عجبه ذاك اللي يقول في الهول وقال انه معروف به يقول معاكم مشهول معيط شور الشوف يشوف هذا زين حتى خلاص ظاهر لك فيه الى عاد اللي ظاهر لك عني يلا نقلعه كامل لا بالعكس بالعكس هذا قاف زين قاف زين لا هي مجامله ما هي من موضوع الحق لان احكي لي قاف قط قلت وانا الله وقول لي رايك فيه والله نلقاه اللي كاين نحكي ترى قول الناس كامله جهه حاله الكذب والفضول ذاك مدلول يكون متحرصه لحد قالوا ما قال الكذب ولا قال الفضول هذا متقادي نوع من التقادي ما هو عادي نوع عادي بزين مخلص لي به هذا والله ما انا الله ماني مخلص لك به ماني مخلص لك به خارج امال الروايه دائما نقولها انا ظاهر لي عن مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله حد له يقوله إلى عاد ما يقد يقول لغنة اللي راقي حتى يلود المادة تجمع معاه عليه إلين تقول شيء على مستوى معين يليق بعد إلى 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 اللي نحكي باللي يلا يتخمم في حجم ذا اللي مقيول ما زين حتى لغنة
شفت تقريبا هذا اللي قال في شوارع بونجا كاملي اللي بعد يغنى به من المدح اغناه شمواس اغناه ياسر منه ما هو زين وهذا ما هو يالله وتعدل الناس من اللي رواية أخرى ما هي ديبة ولا هي يالله يعود الشور فهول المدح رسول الله صلى الله ويقعد رقاز ويقول قاف ديقيو والله يقول قاف غزل والله يقول قاف صح هو الشور مدح هو الشور المدح يمرق عن الموضوع حتى اللي انت هذا نوع من انتهاك حرمة باطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولا شك عنه لو كان قايل قافل رجل أعمال والله لو كان قايل يشتد عليه حتى ذاك ذاك هو بالرواية هو إلى عاد اللي به الهرد يلا يعود هرد هو شو الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طرحت فيه فكرة عنه يلا يقلب يتم تنقبض لازيمة وتنقال وينقالوا فيها كيفان زيني وعلى مستوى لباس به في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عدلت منها مثال حاج لي وتقدموا اللي تنقدوا هامني نعطيه للحد ويعقبوا في مرحلة معينة يتقلبوا شوار بنجة كاملين والله شوار المدح يعودوا على المستوى دلنا لازمة مبينة صلى الله عليه مولانا والساه الشفيع مبينة صلى الله عليه مولانا والساه الشفيع راجع عن يعود يخرصوا حد من الفنانين كانوا يقبضها ملاحظة قيمة مبينة صلى الله عليه مولانا والساه الشفيع لازم هذا مدح قد حد يبني عليه شور يعود مدح النبي صلى الله عليه وسلم وينقوله في الجفان وملاح عاطيه مثلا ما في متابعة ولا في مهان الله تبارك الله أنا قاعد زين عندي لحد يقبضوه كاملين البلاغة فيها وديه وتزيد لا شكر الشفيع فيه المعاني فر وفيه البيان وفيه البديع فيه البديع اللي هم أركان البلاغة الثلاثة زين حتى حق بينا من كل أرفع مرفوع حق بينا من كل أرفع مرفوع الرفيع الشفيع رفع شوره ما قد ترفع من قبله مرفوع الرفيع السكي وينقالوا فيه قفان على ذا اليم السكي وقفان زينين لكم واخذ عليهم ليد وعارف ملاهم عنه مادح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ما هو قاف قايل وسبهلال مسنونهم دوني الشفاعه دوني الشفاعه ذاك وقاع معنا القاف اللي قلت لك قبيله او انشادا وجبت له شفاعتي ذاك معنا القاف اللي قلت لك قبيله رسول اكبر من كل حد جاء عند الله يوم الاخر كلامنا معناه عنا حامدين لله اللي حاسين بيه قدام قد الشفاعة صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. هل تجد صعوبة في نقد يتكوشن المغنين الكبار؟ يتكوشن مزربين على روسهم قاع يا غير ما اللي ظاهر لي عنهم أنا قاع اللي ماني قاع على مستوى نقدهم يا غير بعدي لا تهيت مفرفر قاعش من اللي غنان روغ ننقدو اللي غناهم هما به اللي هو اللي على المستويات قد تتخمم فيه ذكرى مميزة الأخر قاع لا تهيت تخمم فيه شلي تقول مثلا حد حكى ليك طلع المباراة كل يمين فيها هتاف الويت كنت تختير يبدلها بواحدة تقولها حتى كل جراء والله نقول عنه يا الله يبدل واللي لقى صريحة ما هي مخسرة ليك. ما هي مخسرة شي بي اللي أنا ما قد نطماه ما ورواية خطات عليه هو ذي من حياته جزء من الحادث كل قول يؤخذ منهم ويرد إليه إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أنا عادي تتقدم تعيد تشوف تتخمم في شمل الأغنى الأول في شيء زين حتى قول لي طلعة قديمة نعرف واللي خاطي ذاك ماني متعلم برا وانا قاعد احمد الله قد الخلط الى اهل القى حد القاه والله نلقى حد القاه هذا القاه مو عادي به زين ولا نعتن عليه في اول الطلعه به اللي هو قال وانا قاعد احمد الله قد الخلط الى اهل القى حد القاه والله نلقى حد القاه هو قال ما نلقاك الا الحاني حد القاك الى القاني يعني فهم واضح الى القاني معناها هوك ماشي واضح وهو منين تهي يعدل القاه لا يتعود ما نلقاك الا الحاني حد القاك الى لقيته الى لقيته ياسر من الروايات هذه الطلعة ما هي عادية به الزين لكن خسرت فيها يفطن خسرت في هذا دارك هو الغنى اللي ينتقد خسرت فيها
وإذا تقولها بصيغة القافلة يقول ما أنا لقاك حاني حد لقاك إلا لقيته. زين ملاحظة زين حتى. والله لا تمشي على القافلة. عندنا اتصال، عندنا اتصال من سيدامين ولا عبد الله السيدامين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام مشاهد. نعم معاك. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالكم يا كبير؟ أهلا وسهلا يا الخير. نعم ما شاء الله تبارك الله. أصحاب الضيف اللي معاكم ما شاء الله لباس عليه تبارك الله ما شاء الله. الحمد لله. احنا بنجي برناكم الليلة من خلالكم نختار من خلال البرنامج نختار وشيكوا بعد قاعد نتفرح الإعلامي اللي من قبل الوطني. شكرا. اللي قالوا الوطنية بعد. شكرا شكرا لي القناة. لإضافة هذا الفضاء الإعلامي وفعلا عنها لا قاعدة غروة بها اللي فيها الإعلامات الإعلامية. شكرا شكرا. تفضل واصل تفضل. ومن اللي يشيدوا برنامجكم انتوما بما اللي لا قاعد ما عندي عنه ما يحتاج به اللي يقول هالدار متبارك مع رقنا لا ينقذ واحد لا نقده هو متبارك مع رقنا ينقذ. شكرا 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 هذا قنا اللي قلت. وشاكرين على البرنامج اللي زين تبارك الله واحنا الياسر الحانو على كل حال وسلمنا عليك الضيف وتزيدنا من مدح النبي صلى الله عليه وسلم ممتاز اكثر خاص ممتاز هو صلى الله عليه وسلم عليكم ياسر من دخل الزين يغاصني فيه زيد زيداوي الذي به صحيح صحيح. الو نعم نعم الو نعم احنا سامعينك. الو نأسف القطاع المزيد من مدح النبي صلى الله عليه وسلم إن في هذه الحلقة والله في حلقة لا تعود خاصة عن مدح النبي صلى الله عليه وسلم وشاكرين على الاتصال. كنا نقوله هذا لقنا هذا لقنا سافر عبر أجيال ويقد يعود ما قط حد فطن لهذا الخلل البسيط اللي واضح اللي واضح واللي مولي لو كان هو ما هو زين ما ينتقد كيف تلاقي قبيل يبقى قاع في طيب كتلة انا بالنسبه لي اللي ينتقد لا لغنا الزين لغنا اللي ما هو زين ما ينتقد به اللي ما هو على مستوى النقد لغنا لا ذلت انواع لغنا اللي قلت لك قبيل اللي ماخذينه قاع من دائره الغنى اللي هو زاحل وشي ما فات ما ارقى المستوى لغنا ولغنا كلام نذر لغنا اللي ما هو زين ما هو لاحق مرحله النقد ما هو بيك اللي تخمم اي تجبر عندنا اتصال عندنا اتصال مع محمد الهدار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وكيف الحال ياك لباس؟ ما شاء الله الحمد لله تبارك الله. اهلا وسهلا. بس الحمد لله ما شاء الله افطار بكم انتوما ما شاء الله تبارك الله. محمد سمعتوا بدايه النقاش ايه سمعتوا بها الموضوع اللي كنا نناقشه موضوع المجامله في الادب والله اك سمعته كامل سمعته من اوله الى اخر سولوا عن رايك فيه سولوا عن رايك فيه موضوع المجامله رايي فيه عن موضوع عام وعن اللي انا اخترنا نعطي تدانا ملاحظات كل الناس كامله والله تفضل أراني والله في سجالة والله شيء يقول هذي ومنين عود ما هو صاحبه العنان هو ما شيء ينزل وراء صير هنا ترجع الباني تزقنين ايوه شكرا على الاتصال رانك بعضنا هاي ملاحظات رانا لين دونوها كامل لين عملوا بها ان شاء الله بين اللي ما قدروا يكون شكرا جزيلا
كنا نقولوا عنه. اللي قلت لك عنه هو يقد حد يقسمه على انواع الشيء لا يرقى الى مستوى الغنى ذاك ما هو شيء ما شيء 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 ما هو شيء ساحل والله ما يرقى الى مستوى لا قاع ما هو داخل وشيء غنى غير عادي شيء غنى غير ما يرقى الى مستوى النقد وشيء غنى زين حتى هو اللي ينتقد والشيء فوق ذاك ما فيش قار قلنا تقاد الى صراع تقعد تحكي لي طلعه والله قاف ظاهر لك انت عنها من لقن اللي فوق ذاك طلع مرسى وظاهر لك عما فيه اشكال والله بعد انت ما انت بعد ما ريت انت بعد ما ريت فيه اشكال وتو بينك مع التخمم اللي في التخمم اللي في طلع عليه انك بعض متصل السلام عليكم معنا زرام والميني السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ومرحبا الو السلام عليكم السلام عليكم السلام ومرحبا تفضل احنا سامعينك وش حالكم يا كباس اهلا وسهلا ياك الخير ياك الخير ما شاء الله تبارك الله شماس السفر الحمد لله ما شاء الله زرام لي تنقص التلفزه شوي تبارك الله ما شاء الله لي تنقص التلفزه ياك يعود الحس صافي والله يا الله شماس السفر ياك زين والله سامعين النار ما شاء الله ما شاء الله متممكنة التلفزة لي تنقصها إلين تسكت التلفزة نقصها تماما لا نقصها ايوا تفضل تفضل نحن معاك مرحبا بيك وسهلا ايوا شبار فيكم ماشي كمان مولاك ايوا لباس كمان زرام السلام انا قاعد شايفين علي شي قلت حكايته ان ياسر من ياسر يالله يحكي كان يالله يحكي شي من النصوص ولا احكاهم موضوع الحلقة ماله المجامل في الأدب نعم صحيح هو كذلك صحيح هو كذلك أنا واحد اللي عنده مجامل في الأدب عنه طاري لسبب بسيط عن القناة القديم جماعي القناة القديمين ما يتصر عليهم قاع ما حد مقني حتى وحد إذا فات بسرع عليه ما يخال قالوا والله قاسي والله مغني وقاسي ما هو زين ما تصدق علينا الحق نحن إلى واضح واضح ما يصمد أمام التاريخ ما يصمد قدام التاريخ إيه هذا أنا ماني سامعك حتى سؤال واضح واضح الفكرة واضحة الشيء من لغنا وصلنا معناها عنه صمد إلين الحق نحن خالق ياسر من لغنا قال نحن ما لحقنا قاع به اللي ما هو لاحق سنة ذا معناها ضغط بواسر قلنا قاع ورك عادي نحكم انه ياسر ما هو صالح وسائل الاعلام عادت مفتوحه للناس كامل وما كان خالق كان نفسنا اسمها قلنا بعد قاع اسمها رفيعه مستوى واضح وكل حد يقدر يدخل واضح معناها عندك ظاهر لك عن وسائل الاعلام ساهموا ايه واضح عن وسائل الاعلام اللي مفتوحه يلعبوا دور كبير في هذا القناة اللي ما هو زين والله اللي ما هو صالح يعني وقاعد اللي ما هو زين قد لا تقمنوا عليه العين واضح اللي ما هو صالح واضح اللي ما هو صالح ما ينقرب اللي تقدر تشوفه مدو تشك انه هو القناة كمامو قال عن يقاون عنهم مساهمين في نشر هذا القناة اللي عادي بهم اللي قالوا شي قلت لك كمامو قال عن يقاون عنهم ساهموا في نشر الغنى اللي عادي عادت الناس كاملة تعرضوا بهم اللي يقول لهم حد قاف عادي ولا يقدروا يقولوا له عنه ما هو زين وتموا يغنوا به وتم الناس تتداوله وتم خالق وانت قلت عن وسائل الإعلام عنهم ساهموا هما زاد هما في نشر الغنى اللي ما هو زين قلتها لك أنا قبيل حد معك حد ألو احنا سامعينك تفضل تفضل سامعني سامعك المهم انا كنت مهم كنت نبغي نضيف شوي انا نختار نقولوا السيد احمد والعابدين نختار يقول قافل كمام لازم القى من الشكر ايوه زين زين حتى يتفضل ترجع شو لازم تسمعني سامعينك واصل ترجع للشفيع التاديت في الشكر ترجع للشفيع التاديت
ارجع للشفيع التاديد في الشكر وحد يدوري بي. ترجع للشفيع التاديد في الشكر وحد يدور يبيع وحد يدور يبيع صيت وما يبغى مكافل ويت واحد يكون شكر الشفيع. يا زين يا زين يا زين يا زين حتى يا زين ازرام. وزهير عندي ملاحظة مليانة للبرنامج. تفضل. زينقع خير عندي ملاحظة عليك. تفضل تفضل نحن فاتحين للنقد. نختار برنامج اللي يهتموا بلقنا. نختار معود وجماعة. شوف ضيف واحد كم أمه قال الحمد لله قد يعدل واحدين. إيوا. يقر ضيف واحد الحكاية تلقنا ما لا تستنقص الناس ولا شيء زين تعود جماعة. نحن جماعة احنا مالك ذا وانت معانا. نحن مالك ذا وانت معانا ظاهر بيان وكان معانا محمد الهدار قبل دقائق وتلفن لنا سيد امين ولا عبد الله سيد امين معناها عندنا جماعة بهذه الصفة لكن ملي فيه ملاحظة اللي نقولها لك انا الضيوف ما قدوا تمو كثر منهم بين اللي قاع منين نفرغوا ضيوفنا اللي عندنا في موريتانيا فرق برنامجنا. الو واضح معناها ان مصونين هم روسنا. انا ما طول عمر البرنامج حق ما. وعلى كل حال رانا شاكرينك على المداخله. على كل حال شاكرك على البرنامج مهم عندنا البرنامج واختاروا يعود ملي اسبوع العاد قد يصح لك. شكرا شكرا ذاك الشهر ورانا ندورون نلحقوه بالنين يلتوي الحي. والله مالك تبقنين الو انت خالقين قيفان جدد قال لي حد عنهم خلقوا مالهم ياسر ما تحكيهم. قيفان جدد قال لي حد عنهم خلقوا اليوم والله يامس ما تحكيهم. ايه لا كنت انا كنت يافتي انه جيتك انت ايوه وفقيتك. ايوه ولا وسيت ايوه ذا مني انا بقى ايوه ايوه واصل قلت لي وساني ما نلقاك. ايوه ما هو كره اللي وساني ما نلقاك. ما هو كره ولا هو شوفه. ما هو كره ولا هو شوفه ولا هو يم ولا هو يم الا خايف ذاك الملقه كان يخلي يوفه. الا خايف ذاك الملقه قلت لي قاف وقول انا ما لا احكي. ايوا علي انت قافك علي علي قافك احكي هنا انا احكي لك. اللي وساني ما نلقاك ما اكرهه لا نشوفه ولا يم. ايه اللي خايف ذاك الملقى كان خلق يوفه. زين حتى. كان خلق يوفه قلت لك انا قلت ملقانا يا الاجواد. عادي واسبابه معروفه. ولا وعن شوفه ولا عاد شوفه قاع شوفه توفه. زين حتى لا صايبان عن رص عليك. صايبان عن جاوبك انت. شكرا شكرا ازرام. شكرا ازرام شكرا جزيلا على المداخله وعلى الملاحظات. نشكر ازرام مدميني على المداخله ونعود الكمم. اللي تقول الاغنى اللي زين ما فيه النقد ياسر. ياسر طلعت سيدي لو صبت رخام الحد في طول الليلي عنه قاطع مول ما لقاه نقول ذاك نجول وهذه خاية غير الخاية ما صبتوا قاعدين نقول ذاك نجول وهذه خاية ما خالك شيء ما فيها تزرقيقة من البليدة ما خالك شيء ما خالك شيء زيمن. ياسر الامثلة ياسر عنده المغنين كيف ياسرين الله لي مزيان قيفان هنباط احمل سيدي مويل رداتك هذا وزوان جاني بوذاك وجاني بو لوخر جابوا مني شي كان يجيب اللي لا يجيبه ما خالك شي زين منه سكي. ياسر لقنا ياسر وغير انا ما نعرضه ياسر منه ما نحكيه ياسر رداتك هذا وزوان جاني بوذاك وجاني بو لوخر جابوا مني شي كان يجيب اللي لا يجيبه. زين حتى الله زين ذو المغنيين ما فيهم حد قاع عنده شي فيه تزرقيقه
انا عيت متخمم في ياسر من اغناهم محمد الهدار هذا اللي تخلص اغناه كان اكثر فيه والله كان ينشبر فيه الشيء وكان يتلفن له به باط ويقولوا له عياره والله الشيء ولا انا ولا الراه والرجاله والميداح ودمبه والميداح المغنيين ياسرين اللي يقولوا مش زين لا في زرقي ما الله ما في زرقي وبعد على ذكري مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاف انا قاع ماني ضابطه حتى محمد بن الشيخ عمار يا رحمه اخيرت ده ده اللي قاع مشهور بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قاف ماني ضابطه كامل قاف طويل من البت الكبير واخيرت بيك حق يا رسول واخيرت بيك حق يا رسول لازمه ومباصرتك وفيك شخصه واخيرت بيك حق يا رسول شارمه وشايله خنيف لك طاير صوحه يخصه واخيرت بيك حق يا رسول لازمه ومباصرتك وفيك شخصة وخيرت بيك حق يا رسول شارمة وشايلة خنيف لك طالصة وحايصة مسكي وخيرت بيك حق يا رسول جامة ما هي واكحة ولا هي ماصة مسكي ويجيب ياسر من وخيرتات نبته يلين يقول من التالي ما هي ذيك وخيرت الراكمة فيها الناس كاملة متحاصة ذيك وخيرت العامة العامة وذي وخيرت الخاصة زين حتى عندنا متصل معنا محمد دن ولا أحمد دبابة مرحبا مرحبا تفضل سامعينك مرحبا وسهلا راني شاككم على البرنامج القيم شكرا جزيلا والله اللي عجبتني الحلقه الماضيه سمعتها كامله والله اختي قاعد اتصل بها وكادني اتصال شكرا جزيلا والدي لما اللي فرع لي قاعد متعود اشده من الحلقه الماضيه جيت لي استضافكم وفينا شكرا شكرا جزيلا ياك الدياب الحمد لله البرنامج لا ما فرنسا لا زين ان شاء الله شكرا جزيلا تقول انا تكلمت في الحلقه الماضيه عن قضية الحشو في الغنى يقبل الرجال شوفت عند الفكرة يعود يرد الزقاف من حوالي ويوف ويعقبي يقولها في شمع تنبثر الله في الغنى واضح لطوال حتى واضح واضح وأنا مو زين عندي ولين فقد المشاهدين الزقاف قد قالوا مختال داد داء أنا جابوا يقلع أبوه قاسوا نربع تيذ الواتن من البتوت الله لا جابوه ذو قطرع تنبثر الله مسكي وراني شاكركم على البرنامج القيم عندنا سؤال سابق تقطع محمد ما اسمعني سامعك زهور لين سولوك عندنا سؤال ها عندنا سؤال والله قط قال لك حد قاف ما هو زين وسكت وتوه ما قلت له ما قلت له انه والله اللي دائما ينقالوا لي قال مو زين يا غير يا والله اللي دائما قالوا لي قال مو زينين غير لا 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 متحمل لك ايش هو زين زين شكرا ولو انا بعطل انا قدر اصبرهم من الصيد جبرت نحاسه ها من الصيد جبرت نحاسه ان شاء الله من الصيد جبرت نحاسه وعد تطول فينا يا الصيد ليد هذا ما يتواسلات تطول فينا ليد غير صوت ما مسموع شكرا شكرا شوف محمد رانا شاكرينك على المداخله القيمه انت تعرف اني انا في عندي في روايه اكثر اللي نعرض من الغنى الخاسر خاسر الصلي زين عندي نعرض منه من الغنى اللي ما هو زين ليش ذاك بعد ما هو قاعد داخل الغنى اللي شمنا تنبسر الله تبتو وتعرض شي خاص نعرض منه ياسر ونعرض منه ياسر والنزيله وعيت نجبر ياسر انه هلو واحد منهم عود حاكي وظاهر انه حاكي شمل الغنى قط راجل طاعن في مثل الراجل ناقرته الشيبه ومضبوط احكى علي قال لي عنه لا يحكي علي طلع وقال لي تجديد السنة باحن والتعويذ من الشيطان الرجيم تصفى قلوب حزين بعيد الصو قريب وفي ذاك يعين المعين ومن ذاك كله قرين بالقرين هذا انا مختاره يعني برنباقش ولي انك بغض جمال جمال من قطر عنا. جمال الهاشم من قطر تفضل جمال الو نعم السلام عليكم الو تفضل عليكم السلام ومرحبا تفضل جمال اهلا وسهلا تفضل ما شاء الله ضيفك مولاي ما شاء الله ضيفك ما شاء الله شكرا شكرا جزيلا
ثم القطر ماك ولا تحكي علينا شي من لغنا. نأسف للقطاع الخط عن جمال الهاشم من قطر. هذا زين عندي حتى من موزون ما فيه ذكرى ومعانيه ما هي زينه ولا هو زين وبارد ولا هو على مستوى تختير شيء ما وصاله حتى نختير وحتى صالح وبلا معنى والله نعرف قافنا عرضه من انا يشير قط تخلع علينا حد الدار فيها هول ويقاون يقولوا الشور ذاك خاطيكم ذاك القايل بعد حد الله يقبل من دونه باب هذا قاف باب شعر قال انه بعد يقدر بعد يقدر الشور يجيبوا بفنون وخاطيكم ذاك القايل بعد حد الله يقبل من دونه جا هو تايق وتغني بتي قال الشعرة الدور العناد مع بتي مسكي واللي دور العناد معاها مسكي راي مجاملة الشعرة الدور العناد مع بتي ايوه واللي دور العناد معاها يا ايها الماكين هذا انا القاف نختيره عن ياسر من القيفان عيت نسمعهم ورا ذاك من عند ياسر من المغنيين يا ايها الماكين يا ايها الماكين يا ايها الماكين وفينا يا ايها الماكين اختار الحمد أخرت رحمة الله علينا وعليه رحمة الله علينا وعليه أخرت المثال هذا الغن اللي ما فيه الزرقي أخر طلعت عودان الطلحاية في قفاك شطناك يا عقلي غير أرعاكم تسميها مزال حذاك جي مجار أفطان شدر عدو كان اسمع عنك ذاك وراكع لما قنتوري رد ما خالك شي زين زين حد والمثيلة ياسر ياسر لا ما ما ماني أنا مستحضر منها تنصح واسر. تنصح المتلقي عن يعود جريء في جريء في قولان عن ذا عنه ما هو زين إياك بعد على الأقل يعود أكثر اللي عندنا من لغنا الزين من اللي ما هو زين نحن وارك ذي البرامج اللي في الإذاعات والتلفزيون 90% منها أكثر من 90% منها قاع ما هي زين ما هو قاع لا يمشي سوى شنهو وحتى الهوال تجي الهول يعود فيه بوق تتقال عثمانين رقاز كل واحد منها يقول للدقيقة 100 قاف ما هو قاع لا يمشي سوى شنهو يقولوا هم اللي في الأشوار اللي فيهم القفان الزينين قالوا سابقهم وفرض عليهم قصة قد خلقت خلق قصة قد خلقت هذا الشيخ المكين هو وجماعة من المغنين فيها الشيخ المكين شيخ المكين منين يسمى من المغنين لا حق حق شيخ فما رواقيش مقبول مهولي غير عادو ما خلاو تيقيوي تتنهول بهم كثرة القفان قالوا عن حد قال قاف فيش قال عنه يعطي 20 20 ذاك الزمن رواية رواية كبيرة سكتت الرجال لقد حد والحكم المختار لهالدار وعاد المختار قاعد يحاني 20 ما خارق قاف ما فيش قال تقريبا حق قال لها قال لها الشيخ المكين يقول حد قبض لي هول في قوله ما انت لا يفترماني قالوا بعد اول ولا ما زالت طايحه 20 يجي حد قبض لي هول في قوله ما انت لا يفترماني لا ينتنهول من هول وصبار الى ما مغناني قال هالدار الشيخ ما هو عاطي 20 حق بعد ما هو عاطيها وجرأة الشيخ جرأة جرى عليه يقول قاف يقول قاف راني قايل لك بعد عن ملام غني راني قايل لك بعد عن العشرينات ترك لا 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 يطمو الا يطير العشرينات اه هذا ما هو عليه مشي انا عيت انت تحكم ورك على الغنى اللي ما هو زين اللي يتم تلم العشرينات حتى ما 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 وقع شي دون شي انا هو ملي الناس لا بدا لهم قولها انا ورك عيت نجي الهول ويسنتي من كري للبتيت ما قلت شي قاف ما تبادر اللي قاف زين ما ريت قاف زين ما ريت قاف زين واضح هذا مهم نشكر باسمكم مشاهدي الكرام السيد كمم ولد شامر كما نشكركم على حسن المتابعة وإلى حلقة قادمة وإشكالية قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.